هي فعلا، بس اللي انا اعرفه ان هي ساكنه في اكتوبر مش في المهندسين. يعني كانت موظفه عندك؟ هي سكرتيره الخاصه في المكتب عندي. انا مندهش من كلام حضرتك انها على علاقه بابراهيم السهيلي. هي عارفه كويس قوي ان هو غريمي وعدوي في السوق. على العموم انا ما استغناش ابدا عن الناس اللي بتشتغل عندي. مصاريف العلاج كلها عليا انا شخصيا. يا ريت يا دكتور تبعت لي الفواتير على عنوان الشركه. حاجه تانيه؟ لا متشكر. طيب شكرا. كانت شقه لوحديها بتعمل ايه؟ واخدتها امتى؟ وكمان بتقابل فيها رجاله؟ دي فضيحه، دي كارثه. اودي وش من الناس فين؟ اقول للناس ايه؟ اسكت. هو ده اللي انت عايزه؟ وهو ده اللي انت بتفكر فيه؟ كلام الناس بدل ما تروح تطمن عليها وتشوفها ايه اللي حصل لها؟ يا ريتها كانت ماتت. ست كريمه، بعد الشر يا شيخ، حرام عليك. ست كريمه ازيك؟ كرم بيه، حضرتك شفتها وطمنت عليها؟ حالتها صعبه، ربنا يشفيها ويعومها بالسلامه. انا وصيت المستشفى يبعتوا لي الفواتير كلها على المكتب. اهلا يا خليل، ازيك؟ ما خدتش بالي. ولا يهمك كرم بيه. ايه حكايه الشقه بتاعت المهندسين دي؟ انا مستغرب من الكلام اللي انا بسمعه. خليل تعالى هنا، انت رايح فين؟ اشوف وشك بخير. متشكره قوي يا رامي، سوري اذا كنت ضايقتك، بس انت بصراحه كنت تقيل قوي. معلش ما كنتش اقصد والله، انا اصلي ماليش في الشغل ده، انا راجل بتاع حسابات، لا بعرف اقابل عملاء ولا اقف في استقبال ولا ليا في شغل السكرتاريه ده خالص. رامي. ايوه يا صفا. مين دي ان شاء الله؟ بدأنا. ما ترد كويس. انا عايز افهم بس، انت بتريحي دماغك دي امتى؟ اهدي شويه. جاوب على السؤال وبلاش كتر كلام. السكرتيرة الجديدة؟ إيمان عز الدين. أنا صفي ناظر الجندي، مديرة البي آر هنا. هنشتغل مع بعض كتير قوي، وهتكوني مبسوطة معانا قوي قوي. إن شاء الله، ميرسي. ماشي يا يوسف. لا يا كرم بيه، لسه ما وصلش. أنا موجود في الشركة، هكون في انتظار. مع السلامة. اتفضلي اتفضلي. انت عندك النهارده ولا حاجه؟ طيب في حفله خاصه بمشروع البشاير، يا ريت تبقي موجوده بصفتك السكرتير، وهيكون فيها ناس مهمه قوي. ايه رايك تحضري الحفله؟ طبعا ده شغل، هتكوني موجوده بصفتك سكرتيره في الشركه. تحت امرك. هتلاقي ملف المشروع عند رامي، عايزك تاخدي عنه فكره. اي خدمه تانية؟ لا اتفضلي، روحي انت دلوقتي. شكرا. استنيتك تسأل عليا، تبعت لي، تصبح عليا في التليفون، ما حصلش. من رأيي يا صفي، احنا في الشركة. لا يا شيخ بجد؟ ما كنتش عارفة، مش واخدة بالي، هو احنا قبل كده كنا في أوضة النوم ولا إيه؟ جرى إيه يا يوسف؟ مش عايز جنان، وعدي اليوم على خير وخليكي كويسة كده وبنت ناس. خير إيه بقى؟ إلا قول لي، هو أنت اللي اخترت السكرتيرة اللي برة دي؟ بصراحة البت صاروخ، محدش يقدر يقول لها لأ. قول لي بقى، ناولها على إيه؟ علاقة سريعة سريعة كده على المشي، ولا هتتجوزها عرفي زي حالاتي؟ بقول لك ايه؟ امشي دلوقتي ونتفاهم بعدين. بعدين امتى؟ هجيلك الشقة بكرة. وليه مش النهارده؟ عندي مواعيد مهمة يا ستي، يلا بقى. يوسف أنا بحبك، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي مخلياني مش عايزة أتصرف أي تصرف أندم أو تندم عليه. بلاش تلعب بديلك، عشان أنا مجنونة ومش هيهمني أي حاجة. كفاية قوي إني ساكتة على الجواز السكاتي ده. ماشي؟ ايوه. ايه؟ طب افتح قاعه الاجتماعات بسرعه. يلا. انا سيمان، لو سمحت عايز ملف البشاير وتعليلي على المكتب بسرعه، بس بسرعه عشان مراد بيه زمان وداخل علينا. بسرعه يا رامي. اهلا اهلا مراد بيه. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله بخير، طول ما سعادتك بخير. اتفضل اتفضل. هي صافي دي نظامها ايه؟ شيليها من دماغك وركزي في شغلك.
صافي دي ربنا يكفيك شرها. اتفضلي. اللي حصل ده اسمه تهريج يا استاذ سمير. اللي عمله وكيل النيابه ده اجراء عادي وقانوني. والله اجراء عادي وقانوني ابراهيم السالي بات في الحجز مش كده؟ انا عايزك بس تهدي عشان نعرف نتكلم. ولا ليله واحده، اللي حصل ده اسمه تهريج، انا مش هسكت. فاهم يعني ايه مش هسكت؟ وبعدين ما الهبابه دي مرميه في المستشفى، ما يروحوا يسالوها مين اللي عمل فيها كده؟ ولا هم يعني عايزين يلبسوا بابا اي مصيبه وخلاص؟ يا ستي والدك كان موجود عندها وقت وقوع الحادثه بشهاده الشهود. الكلام ده اسمه هبل يا متر. وبعدين يعني ايه ابراهيم السيلي تحبس 4 ايام على ذمه التحقيق؟ دي حته حشره، يعني ايه يتهموه ان هو قتلها؟ امال لو كانت بني ادمه كان عملوا فينا ايه؟ قتلوه؟ يا سما ده اجراء قانوني عادي وهتتحل ان شاء الله. لا 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 انت مش عاجبني خالص يا متر، كان ممكن تطلعه بكفاله، ده ابراهيم السيلي هو قليل؟ بقول لك ايه؟ انت اعتبر نفسك من دلوقتي مالكش علاقه بالقضيه دي، ومن بكره تعدي على الشركه وتاخد حساباتك وتصفي كل حساباتك معانا. الكلام اللي بتقوليه ده يا سما؟ اسمي الاستاذه سما. وتفضل مش عايزه اشوف وشك لا في الشركه ولا في البيت، اتفضل. اوكي. قال بات 4 ايام على ذمه التحقيق، قال. ابراهيم السهيلي بات في الحجز. والله هزولت. ايوه يا جمال، ازيك؟ بقول لك ايه، سيبك من الكلام ده دلوقتي، انا عايزاك في حاجه مهمه. انت مكتبك فين بالظبط؟ ولا اقول لك عدي عليا في الشركه، عايزاك في حاجه مهمه قوي. ويا ريت من دلوقتي تعتبر ان مكتبك هو اللي مسؤول عن الشؤون القانونيه عندنا في الشركه، اوكي؟ يلا ما تاخرش عليا لما تيجي اكلمك في التفاصيل. باي باي. ايه يا ماما، انت فين؟ عامله ايه دلوقتي؟ عملتي ايه؟ ما انا عارفه. ما تقلقيش، على كل حال انا هتصرف. انا طالعه على الشركه دلوقتي. طيب هشوف هعمل ايه واكلمك. يلا باي باي. ربنا يستر. انا مش عارف اشكر سعادتك على وقفتك جنبي بالمشروع. انت راجل محترم يا كرم باشا، وقفتك جنبي في محنتي هي اللي خلتني اعرف العدل من الصديق. ربنا يخليك، بصراحه انا بحبك كده لله في الله من غير اي مصلحه. أنا عارف ومتأكد من ده. واللي حصل مع إبراهيم كان لازم يحصل عشان يعرف قيمته ويتأدب. أنت بتعرف تنقي الموظفين بتوعك. دي الميزانية كاملة يا مربي، والتصور المبدئي للمشروع، وهتلاقي كمان نسبة التكلفة والأرباح ونسبة أرباح سعادتك من المشروع. أنا لا بفهم في الحسابات ولا دراسات الجدوى. أنا ثقتي في كرم باشا بلا حدود. عموما أنا هريحك، ابعت لي صورة كاملة للمحاسب بتاعي. طب ممكن حضرتك تدلنا على العقد ده؟ إيه ده يا يوسف؟ دي كلمة مراد بيه عقد؟ طيب لا لسه بدري، في حاجات كتير قوي ما كلمناش فيها. اتفضل. بالليل بقى يا كرم، ولا مش عايز نحضر الحفلة؟ إزاي ده؟ الحفلة كلها معمولة على شرف سعادتك. بس انا مش عايزك تزعل من يوسف. يوسف؟ يوسف ده ابني، وانا عارف انه ما كانش يقصد. يلا اتفضل. ما قلتليش، يا هو صحيح انت انسه ولا مدام؟ اعتبريني ملاك، ولا بتجوز ولا باكل ولا بشرب، ماليش دعوه بحاجات البني ادمين دي خالص. الشركة شكلها هتولع. لما اسألك سؤال تجاوبي عليه. الحقيقة ما اتعودتش اجاوب على اسئلة شخصية، خصوصا لو حد ما فيش علاقة بيني وبينه ما اعرفوش. شكلك كده هتتعبي معايا. على فكرة انت اللي هتتعبي معايا قوي. انت هبلة؟ احترمي نفسك، تتكلمي اي حد في الشركة بالطريقة دي الا انا. من هنا ورايح اسمي الأستاذة إيمان، مفيش بيني وبينك غير شغل، ولو مش عاجبك حاجة تروح تشتكي للمدير بتاعك، فاهمة؟ ليه بس كده يا نسا إيمان؟ ليه؟ اسكت أنت، أنا عارفة أتعامل مع الأشكال دي.
لازم تفكر قبل ما تتكلم يا يوسف. كان ممكن تخرب الدنيا. بس اللي انا عملته ده مهم يا بابا، ده امان ليا وليك. انا عارف انت بتقصد ايه، بس لو كنا ظروف تانية كنت وافقتك. مراد بيه بعد اللي حصل له والمشكلة اللي حصلت معاه ورجوعه للوزارة مش مستعد ابدا يحط نفسه بأي مطب. طب يعني كده لو حصل حاجة هنلبس احنا الليلة ولا ايه؟ لا 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 ما تخافش، مش هيحصل حاجة. انا عايزك تعرف كويس قوي ان انت الاقوى. مين مراد بيه؟ مين دول؟ مراد بيه مجرد موظف في الحكومة. هو صحيح وزير، بس بعد اللي حصل له يعرف كويس قوي ان المنصب ده كرسي مالوش اي قيمة غير بالفلوس والنفوذ. عارف يا يوسف ايه اهم ميزة بالحكومة؟ انها بتخلي موظفيها على طول خايفين، حاسين انهم في اي وقت ممكن يروحوا في داهية قدام اول غلطة قد كده. موظف الحكومة عارف كويس قوي ان هو لما هيمشي هيسيب منصبه، محدش هيعبره، والمعاش يا دوب يكفيه لغاية اخر الشهر. عشان كده بيعمل ايه؟ بيحاول يأمن نفسه. رأس المال هو الوزارة والكرسي يا يوسف. مراد واللي زيه في الوزارة عشان ينفذوا اللي احنا عايزينه، مش عشان يعملوا اللي الحكومة عايزاها. لو انا عملت زي الحكومة ومضيته على الورق اللي ممكن يبقى دليل ضده، هيعمل ايه؟ مش هيبقى معايا، هيروح للي يفهم ازاي يتعامل معاه ويأمنه. صح؟ عليا النعمة، الدماغ دي متكلفة. مبسوطة قوي ان انت جيت بالسرعة دي. وكلمتك خلتني مش على بعضي، اخيرا سمعت كلامي. انا عارفة والله ان كلامك صح من الاول، بس مش عارفة بابا ليه كان متمسك بيه قوي كده. سمير ده محامي قديم ما بيفهمش حاجة، مش فاهم الدنيا ماشية ازاي، واخد كل حاجة من منظور واحد بس. انا عايزاك تمسك الشؤون القانونية لمجموعة الشركات هنا، وعايزاك كمان تبقى معايا في كل خطوة بعملها. عايزة مشورتك يعني، انا عارفة انك انت محامي عقر. انا مفيش عندي مشكلة، مكتبي كله تحت امرك، بس الاول نتفق. ما تقلقش مش هنختلف. لا يا سما، ده اللي اوله شرط اخره نور، ده شغل. الله، ايه اللهجة الغريبة دي؟ ده احنا اصحاب حتى. اصحاب على عيني وعلى راسي، انما الشغل شغل يا سما، ولا ايه؟ تعرف لو كنت قلت حاجة تانية غير كده كنت قلقت منك. شوف انت عايز ايه وانا تحت امرك، بس المهم اشوف نتيجة. وانا كمان تحت امرك. البيل اسمه سمير، بابا بسببه بايت 4 ايام على ذمة التحقيق. يا نهار اسود، ده كلام فارغ. يعني ايه ابراهيم بس هيلي يقعد 4 ايام على ذمة التحقيق؟ اعتبريه خرج خلاص. هتعمل ايه؟ لا ده شغلتي انا بقى. ايه اللي انت عملتيه ده يا سما؟ طيب عن اذنكم انا بقى. ماما اعرفك، جمال سلمان مكتبه هيمسك الشؤون القانونيه عندنا في مجموعه الشركات من النهارده. هو وعدني ان بابا من بكره هيكون في البيت. تشرفت يا هيلي. طمنا عليها يا دكتور، والنبي الله يخليك. طمني، ان شاء الله تبقى كويسه. حميد ربنا انها لسه عايشه، انت مرميه من الدور العاشر يا حاج. انت سوى الفضيحه دي كلها، انت اللي كنت مويها عليا. كلامي ما كانش عاجبك، فلوسها كانت مسكتك عليها بتعمله. يا ابني حرام عليك، بلاش كده، حرام عليك. لا مش حرام عليا، انت لازم تعرف انت عملت ايه. اسكت، انا مش مستحمله اي كلام، كفايه اللي انا فيه يا ابني. والفضايح اللي في الجرايد هنعمل فيها ايه؟ قولي لي. كان ناقص تضربني قلمين حضرتك. بعت لي الوظيفة الجديدة، هي كان اسمها ايه؟ ايمان، اللي جت مكان نجوى. ايمان اللي جت مكان نجوى. حضرتك انا اقدم منها، ولازم تعرف ان انا لما بقول لها حاجة ده لمصلحتها ومصلحة الشغل. حضرتك طلبتيني؟ شوفي يا ايمان، انا شخصيا ما بحبش المشاكل. الناس اللي بتشتغل عندي هنا في الشركه لازم تكون اخلاقها عاليه وتعرف ازاي تتعامل مع زمايلها، اوكي؟ فعلا
وانا لولا سمعه الشركه ما كنتش ابدا صممت ان انا اقدم عشان اشتغل هنا، وسمعه حضرتك اللي سابقاك طبعا شجعتني ان انا لازم اكون من موظفينك. انا اسفه جدا ان انا خرجت عن حدود اللياقه، بس مدام صافي لازم تفهم ان ما ينفعش العلاقه بين الموظفين تخرج عن مجال العمل ولا تسال اسئله بره حدود الوظيفه. واللي انت عملتيه ده في حدود اللياقه والوظيفه؟ والله لما حضرتك تساليني اسئله بره العمل، ما سالتنيش مثلا عن ملف ولا عن مؤهلاتي العلميه، انت سالتيني متجوزه ولا لا بطريقه انا ما حبيتهاش، فكنت لازم اتصرف معاكي بنفس التصرف. ده حصل فعلا؟ حضرتك هي خلاص يلا انتوا الاثنين شوفوا شغلكم. حاضر يا فندم. ايمان تعالي انا عايزك. اللي عملتيه ما كانش مناسب. هي كانت مستفزه، واكيد حضرتك عارف موظفينك ومتاكد انها مستفزه. ليه لا مش وقت. كنت فين النهارده؟ رحت الشركة وما لقيتكش. كان عندي مشوار بدري مشيت. اي مشوار يتلغي؟ تقعد في مكتبك وما تمشيش من غير ما تقول لي؟ مش يمكن عاوزك في حاجة مهمة؟ حاجة مهمة؟ أنا أصلا ماليش وجود في الشركة دي. أنا اللي أقول مش أنت. أنت تسمع كلامي وتنفذه. أنفذ إيه؟ أسمع إيه؟ بقول لحضرتك أنا أصلا ماليش وجود في الشركة دي خالص، ماليش صفة. أقول لحضرتك حاجة؟ هات أي موظف كده في الشركة واسأله طلعت ابني بيشتغل إيه؟ مش هيجاوب، لأن أنا نفسي معرفش. أنت نفسك ما تعرفش طبعًا. طبعًا ما تعرفش أي حاجة خالص. دي مشكلتك أنت يا طلعت، مش مشكلتي. حضرتك شايف إيه؟ رد عليا لما بكلمك! أنت مش عايز تتعلم. مش عايز تتعلم. شوف أخو يوسف بيعمل إيه. اتعلم منه. يوسف يوسف يوسف، كل حاجة يوسف. أنا مش في دماغك أصلاً. أنت مش شايفني. أي حاجة يعملها يوسف يبقى هايل يبقى عظيم، إنما أنا مش موجود أصلاً. مش شايفني قدامك. يوسف اللي فاهم، يوسف اللي عارف. يوسف اللي شايف، اتعلم من يوسف، شوف اخوك بيعمل ايه واعمل زيه. اعمل لك زي يوسف؟ اوكي، انا هعمل لك زي يوسف، هجري ورا الحليب. اي بنت حلوه هتعجبني في الشركه هجيبها، تقلت شويه هتجوزها عرفي وارمي لها قرشين بعد كده عادي، انت اللي مصر ان انت ما تشوفش كل اخطاء يوسف، انما انا مش في دماغي خالص، ولا عشان هو زيك. اخاف! ايه؟ مش قادر تمسك اعصابك؟ اتفضل صالح. طلعت ابنك وانت باباه ولازم تتحمله. يوسف اشطر منه وبيفهم في الشغل اكتر منه، دي ميزه ربنا اداها له. من ذنب طلعت ان قدرات يوسف اكتر منه. خليك منصف يا كرم، انت بتحمل طلعت اكتر من طاقته. مش مشكلته ان التجاره مش في دماغه، او الطريقه اللي انت بتمشي بيها شغلك مش مستوعبها. ان ما كنتش انت تتحمل قدراته مين يتحملها؟ ربنا يخليك لينا يا منيره. انت بتتعب كتير علشاننا، والخير والثروه اللي احنا فيها كلها بسببك. لكن مهما كانت الثروه ومهما كانت الفلوس عمرها ما هتعوضك عن ابنك. اتفضل رضي بكلمتين، طلعت بيحبك. كل اللي تعبه احساسه بانك انت مش راضي عنه في شغلك. ايوه بس طلعت غلط فيه. يا سيدي اعمل نفسك مش واخد بالك. ان ما كنتش انت تديله فرصه تانيه مين يعمل كده؟ ماشي ماشي.
آسف، أنا غلطان. أنا اللي آسف يا بابا، مفيش حاجة. لا لا أنا آسف، معلش. صحيح أنا أبوك، بس يعني مش عيب أقول لك إن أنا غلطان. أنا لما ضربتك تمنيت إن إيدي تتقطع. هذا الشر يا بابا، أنا ما كانش قصدي، أنا كنت عايز بس، كنت عايز حضرتك تفهمني إن شاء الله. أنا فاهمك فاهمك، خلاص اعمل اللي انت عايزه، مش هضغط عليك. بس انا عايزك دلوقتي تلبس هدومك تنزل معايا. عارف انا سعيد جدا عشان خدت صفقه المشاهير. مش معقول ابوك بقى يبقى سعيد والناس كلها حواليه وانت تقعد هنا لوحدك. ابني حبيبي يقعد لوحده وانا تحت. ايوه ايه عملت ايه؟ والله مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه يا منيرة. ايه مالك؟ في حاجة؟ متضايقة ليه؟ لا ابدا، بس انا حاسة زي ما تكون متغير اليومين دول، يعني في حاجة بعدك عننا. يمكن عشان كنت مشغول في المشروع اللي انا بعمله. أنا عارفة لما بتبقى مشغول بمشروع جديد ولما بتبقى مشغول بحد جديد. يا منيرة ما احنا كنا كويسين. كرم أنا بحبك، واللي بينا في السنين اللي فاتت مش حاجة قليلة. كفاية إن بينا يوسف وطلعت. أنا مش ست وحشة ولا بفهم الأمور من جانب واحد، بس في حاجة مهمة جدا عايزك تفهمها. أنا مش هسمح لأي حد إنه يهز البيت ده. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده بقى؟ ده كلام كبير قوي بقى، إيه في إيه؟ كرم أنا عارفاك كويس قوي وفاهماك أكتر من نفسك. طب يلا يلا جهزي نفسك، خلينا ننزل تحت. يلا بسرعة. البت دي لازم تمشي من الشركه بكره. ما اقدرش اعمل كده، وبعدين انت اللي غلطانه. غلطانه؟ دي كان ناقص تضربني قدام الموظفين. ايوه انت يا ليت قليلي من نعمتك اصلا تتكلمي معاها. عينيك، هو انت ما كنتش شايف بتبص لها ازاي؟ حبيبتي انا ما اقدرش ابص لحد غيرك. بقول لك ايه، انا مش عيله ولا مختومه على قفايه، انا فاهماك كويس قوي. انت مش فاهمه حاجه. برضه هتمشي يا يوسف. طب يعني على الاقل اديني وقت الاقي سبب. سبب؟ هو انت محتاج سبب عشان تمشيها؟ اصل حرام نقطع عيشها ليه؟ يا سلام، ومن امتى القلب الحنين ده؟ بقول لك ايه، انت عارف اني مجنونه ممكن اعمل جنايه في الشركه. تاخدها من قصرها ومشيها احسن. طيب انا هتصرف في الموضوع ده، مهم بس ما تاخريش على الحفله. هتمشي كده حياتي. ايوه كده تعدل. يلا باي. اهلا اهلا اهلا، نورت الفيلا يا مراد بيه. امال كرم باشا فين؟ كرم بيه دقايق ونازل لحضرتك. مراد بيه انا اسف لو كان بدر مني اي حاجه زعلتك في الشركه المره اللي فاتت. انت ابني، هو في حد بيزعل من ابنه؟ ربنا يخليك يا مراد بيه، اتفضل. لسه زعلان؟ لا 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 خالص خالص. اهلا يا لبي.
لميا. اهلا مراد بيه. تشرفنا. تفضل. كرم بالواحد. سما السهيلي. هلو. اهلا وسهلا. مبروك المشروع. انا عارفه ان انا مش مدعوة بس ما كانش ينفع ان انا ما اجيش وهني. مراد بيه ازيك؟ اهلا يا سما. يا رب المشروع يبقى فتحه خير عليك، ويا رب كمان ما اكونش ضيفه تقيله عليك يا كرم بيه. بالعكس، اتفضلي. ثانك يو. عن اذنكم. اللي جاب بنت ابراهيم السهيلي هنا؟ انت عزمتها؟ ابدا، معرفش، انا مستغرب قوي. حاجه غريبه. انت عايز رايي؟ بنت زي دي لا شبه امها ولا شبه ابوها. تبقى تفتكري ايه؟ واحده تعمل حركه زي دي تبقى بنت مش سهله خالص يا كرم. مش دي سما ابراهيم السهيلي؟ ايوه. وايه اللي جابها هنا؟ بصراحة ما عنديش فكرة يا طلعت بيه. هاي سما ابراهيم السهيلي مش كده؟ اه فعلا. انا طلعت كرم الوحي. هلو يا طلعت، ازيك؟ هلو. انا مبسوطة قوي ان انا شفتك. يا رب تبقى فرصة لطيفة ان احنا نقدر نصفي اللي ما بين الشركتين، وده اللي خلاني ان انا اجي النهارده. تتشرفي. ميرسي. انصحك تتكلم معاها وتشوف هي عايزه ايه وجايه ليه. ماشي، اشوف. شربتي حاجه ولا لسه؟ لا لسه. يا ترى الوالد عامل ايه دلوقتي؟ انا سمعت انه اتسجن. اه فعلا، بس ده اجراء خاطئ يا كرم بيه. ابراهيم السهيلي من اعمده الاقتصاد في البلد زيك بالظبط يا كرم بيه، يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال اي حد يمسهم بالسوق. واوعدك ان هم هيدفعوا الثمن غالي. حضرتك عارف البورصه خسرت كام النهارده بمجرد ما الخبر اتسرب؟ طلعت شوف اخوك راح فين، قول له ما يمشيش انا عايزه. بقول لك شوف اخوك راح فين، ما يمشيش انا عايزه. مالك في ايه؟ أوكي. ما سمعتنيش ولا ايه؟ أوكي. شوف اخوك. بعد اذنكم. اتفضل. بورسعيد. ميرسي. حلوه البنت اللي معاك دي، عشان كده ابوك لقطها. ما انت بتعرف بنات جامدين اهو. اه صحيح، كرم بيه بيقول لك ما تروحش في اي حته عشان عايزك. طبعا هو كان بيوزعني، بس انا قلت اقول لك برضه. ممكن نطلع نتكلم في المكتب؟ طبعا يا ريت، انا جايه لك اصلا عشان اتكلم معاك. اتفضلي. ثانك يو. اتفضلي. ثانك يو. من الواضح ان كرم بيه بيحب القرايه قوي. اه، اي واحد في الدنيا ليه هوايه. انا هوايتي القرايه وسمع الميوزك. امهات كتب القانون يا كرم بيه؟ لو عايزه تحمي نفسك صح في الدنيا لازم تعرفي اللي ليكي واللي عليكي. علشان هعيش صح ولا علشان هشتغل صح من غير ما حد ما يمسك عليا غلطة؟ شاطرة شاطرة. لا، في دي أبصم بالعشرة. شكلك غير باباكي خالص. فعلا. أنت عارف أنا جيت لك ليه هنا النهاردة؟ أنت واضح أنك أنت إنسان متجدد، بتعرف تتعامل إزاي مع الناس، بتعرف تتعامل مع كل واحد ليك عنده مصلحة. بس الغلطة الوحيدة اللي انت عملتها انك انت معرفتش تتصالح مع ابراهيم السهيلي. ابراهيم بيه كان
كان عايز يعمل نفسه حوت، عايز يسيطر على السوق ويخلي الشركات الكبيرة والصغيرة تحت رجليه، وده مش كويس. مش صح. لا صح. كان ممكن قوي بدل ما يتعامل من ورايا مع واحدة لا مؤاخذة، وانت فاهمة قصدي ايه، كان جه هنا وعملنا اتفاقية شرف بيننا، ولا لا؟ في دي معاك حق فيها، بس انا عايزة انبهك يا كرم بيه لحاجة مهمة، ان احنا اللي باقيين لبعض، والوزراء الطبيعي بتاعهم ان هما بيتغيروا، ما لهمش عزيز ولا غالي. انت بنت ذكية، واضح انك انت بنت ذكية، وانا كمان عايز انبهك لحاجة، اوعك تغلطي قدام حد مهم، غريمك ممكن يستغل كل كلمة بتقوليها. انا ما اقصدش، انا كان قصدي، انا ما سمعتش حاجة خالص ولا اي حاجة. قوليلي اللي خلاك تيجي هنا وتكسري كل قواعد باباكي ايه؟ زي ما انت قلت من شوية، انا ايه اللي يخليني الف وادور؟ ما انا ممكن بمنتهى البساطة اجي احط ايدي في ايدك ونشتغل سوا. انا شخصيا مش عايز اشتغل معاكي، بس انا محتاجة اشتغل معاكي.